السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك الاشعار بكل جديد. واثنين، اعمل لايك وشير للفيديو ده. مبروك لجماهير النادي الاهلي الفوز النهارده على انبي واستمرار تصدر الدوري. اما نشوف الزمالك هيعمل ايه في المباراه اللي تقريبا بدات دلوقتي، هنشوف هيقدر يتغلب ويفوز ولا مش هيفوز وهيحجز المركز الثاني، وترتيب الدوري هيبقى شكله عامل ازاي في نهايه اليوم. ولكن اللي لنا هنتكلم عنه النهارده وهو النادي الاهلي ومستوى لعيبه النادي الاهلي. للاسف استمرار مسلسل اللعيبه بتاعه النادي الاهلي والاداء المستهتر، ما تفهمش اللعيبه مالها. شوط اول كان سيء جدا، في تسرع كبير، اللعيبه ما بتصدق تمسك الكوره، بتلعب الطوليات، اي حد بياخد الكوره بيرفع عرضيات، ما فيش عندك اصلا كثافه في المنطقه، العرضيات ما فيش فيها دقه، ما حدش بيتحرك لحد، ما حدش بيبص على حد في الملعب ولا حتى تمركزه عامل ازاي، كلها كانت عرضيات بالهدف. يعني لو في احصائيه بعرض العرضيات اللي اتعملت النهارده مظبوطه هتلاقيها ما فيش تقريبا ولا عرضيه اتعملت مظبوطه النهارده، كل العرضيات كان عباره عن تشتيت. واللعيبه ما تفهمش هي كانت محتاجه تعمل ايه. كور المفروض تاخد فيها قرارات، قرارات تانيه بتتاخد غلط. بصراحه مستوى شحات، افشه، محمد شريف، احمد عبد القادر اللي هو النص الهجومي بتاع النادي الاهلي صفر. محمد شريف ما تفهمش ايه في دماغه، الراجل جاي من على الدكة، المفروض تموت نفسك عشان تحاول تحجز مكان أساسي في تشكيلة النادي الأهلي، ولكن اللي بنشوفه غير كده. بيروح هجمات، بيروح انفرادات بالجون، بيضيع، ما انتش عارف ايه القرار، مش عارف ياخد قرار سريع. عندك محمد مجدي قفشة بقى بيلعب بالشوكة والسكينة، تحس اللي هو لاعب في ال 34 من عمره، حقق كل الإنجازات الفردية والجماعية في كرة القدم، بيلعب على الواقف علشان هو خلاص ما عادش عايز حاجة من الدنيا، وبيساعد زمايله بس إن هم يقدروا إن هم يوصلوا. عارف ان الهدف اللي سجله النهارده هيخلي الناس ما تتكلمش عن الاخطاء بتاعته، ولكن اخطاء محمد مجدي قفشه في المباراه لا تحصى. مش مجرد ان هو جاب جون فتح المباراه بالنسبه للنادي الاهلي وخف الضغط عن زمايله ان احنا نتغاضى عن الموضوع ده، لان مستواه متراجع بقاله فتره كبيره، محتاج وقفه. لازم كولر يشد اللعيبه دي شده مظبوطه عشان لو انت عايز مستوى لعيبه النادي الاهلي يرجع تاني. عندك كابتن حسين الشحات، محتاجين حد يقعد معاه، يعني يقعد معاه كده في ساعه صفا ويقول له انت عايز تعمل ايه او بتخطط تعمل ايه لما الكرة تبقى معاك، لان كل القرارات غلط. شفنا هجمة كانت ممكن تخلص بتاعة محمد مجدي قفشة اللي هو المفروض يشوط يركن يعمل اي حاجة الا انه يبص لحسين الشحات، راح بص لحسين الشحات، حسين فجأة لقى الكرة في رجله عايز يعدي من بطن اللعيبة. فاحنا محتاجين حد يقول مع حسين الشحات بس يسأله يا عم حسين انت لما الكرة بتبقى موجودة معاك عايز تعمل ايه، لان اكتر من كرة في نهاية الشوط الثاني اخر 10 دقايق ربع ساعة في كمية فرص كتير جت لحسين الشحات، كان ممكن هو يقدر لو فكر في بجماعية شوية كان ممكن نزود الأهداف النهاردة، أو حتى لو فكر فرديا بس فكر صح. لكن أنت بتلاقي اللاعب داخل متردد، ما أنتش عارف هو عايز يعمل إيه، فجأة الكرة بتطول منه وتتقطع. طيب أنا كده استفدت إيه؟ أنت كده ما قدمتليش أي إضافة. لازم الرباعي الهجومي، أحمد عبد القادر مستواه متراجع جدا، برونو سافيو في الماتشات اللي فاتت كان مستواه متراجع جدا. لعيبة النادي الأهلي محتاجة إن هي تشد عليها علشان تفوق، لأن تراجع المستوى ده في بداية الموسم لسه غير مبرر. أنت قبل كده كان الناس بتتكلم إن أنت عندك تلاحم مواسم وكلام من ده، عشان كده كان المستوى بقى مش كويس، ولكن أنت الموسم ده بادئ وأنت واخد راحة واخد فترة إعداد ومريح شوية، باستثناء طبعا اللعيبة الدولية. وكل اللعيبة اللي أنا بتكلم عليها دي ما عندهمش أي مشاكل لأن هم ما انضموش مؤخرا لمنتخب مصر، فبالتالي أنت كنت واخد فترة الراحة بتاعتك، بدأ فترة الإعداد مع النادي براحتك. إيه السبب تراجع المستوى؟ أنا مش عارف الموضوع ده، الحل الوحيد هو اللي كولر يرد عليه. ده بالنسبة للحاجة الأولية. وإن جات النادي الأهلي مستواهم سيء جدا ومحتاج إنهم محتاجين شدة في الفترة الجاية، ولكن في كلام خلاص إن كهربا راجع. طيب الكلام والضجة اللي على كهربا دي كلها، خلاص كهربا، في كلام مصدر من اتحاد الكرة بيقول ان الفيفا بعت لاتحاد الكره قال له ان الايقافه اترفع عن محمود عبد المنعم كهربا يوم 11 الجاي، وبالتالي ان هو يشارك مع النادي الاهلي الفتره الجايه لحين صدور قرار جديد. الغرامه لسه ما اتدفعتش. طب ايه اللي معصر الدفع؟ ما اعرفش برضو، ده حاجه ما بين كهربا واداره النادي الاهلي والتنسيق ما بينهم لسه ما تمش الاعلان عنها، ولكن الحظر هيترفع او الايقافه هيترفع من عن كهربا في مباراه المصري الجايه. كولر بدأ يعتمد على اللاعب في التقسيمات الجماعية في التدريب تجهيزا ليه ان هو يرجع في الفترة الجاية علشان يبقى جاهز. كان بيشارك مع النادي الأهلي في المباراة الودية اللي فاتت، فبالتالي بيتم تجهيز كهربا. هل كهربا بعد العودة من فترة الإيقاف الطويلة دي، أنا مش فاكر والله آخر مرة كهربا
كان بيلعب اساسي كان امتى، ولكن بعد عودة كهربا ان شاء الله في الماتشات الجاية هل ممكن نتوقع طبعا ظهوره في اخر 10 دقايق ولا حاجة في مباراة المصري الجاية اللي هتكون يوم 12؟ هل هيكون عنده مستوى ولياقة لاعب كرة، ولا هنرجع نلتمس الاعذار ونقول ده كهربا اصل راجع من فترة قاعد بقاله سنة ما بيلعبش فمش عارف ايه اللمسة وكل الاعذار اللي بنختلقها للاعيبة اللي اللعيبه بقت حافظاها على اساسها بقت بتقدم مستوى سيء، يقول لك اصل انا الحظ ما كانش معايا النهارده، ما كانش فيه توفيق، اصل مش عارف انا غايب بقالي فتره، اصل كان قاعد على الدكه، والكلام اللي بيتقال في السيريات التحليليه. مش عايزين نستبعد الموضوع، ولكن كولر محتاج ان هو يشد على لعيبه النادي الاهلي في الفتره الجايه، محتاجين فعلا تدعيمات قويه في خط هجوم النادي الاهلي في الانتقالات الجايه. بس كده، تشترك في الفيديو ده وتشترك في القناه. سلام.